السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الجديد للسنة الثالثة إعدادي اللي هو تفاعلات بعض المواد مع المحاليل. هذا الدرس هذا غادي نقسمه لثلاثة ديال الأجزاء إن شاء الله. علاش؟ لأنه درس طويل جدا. إذا قبل ما نبداو هذا الدرس كتمهيد لهذا الدرس هذا، ربما غادي تلاحظوا أغلبية ديالكم غادي يلاحظ بأن ديك العلبة ديال الطماطم فهي كتكون مغلفة في الداخل ديالها بواحد الطبقة رقيقة، إما كتكون بيضاء أو كتكون بلون آخر. إذا هنا السؤال غادي نطرحه، علاش يتم تغليف هذه العلبة؟ إذا هذا هو الهدف ديال هذا الدرس. في نهاية ديال الدرس غادي نجاوبوا على هذا التساؤل هذا. إذا الفقرة الأولى اللي قلنا اللي عندنا هنا هي تفاعل محلول كلور الهيدروجين مع بعض الفلزات. إذا أولا غنتعرفوا على كلور الهيدروجين. إذا بالنسبة لكلور الهيدروجين كيتسمى كذلك اختصارا حمض الكلوريدريك، كنسميوه حمض لأنه محلول حمضي بمعنى بي اش ديالو أصغر من 7. إذا هو محلول مائي نحصل عليه بإذابة غاز كلور الهيدروجين اش سائل في الماء الخالص. ملي كناخذوا كلور الهيدروجين اش سائل كندوبوا في الماء الخالص كنحصلوا على ما يسمى حمض الكلوريدريك. هذا حمض الكلوريدريك فهو يحتوي على نفس العدد من الأيونات اش زائد، يعني أيونات الهيدروجين، وأيونات الكلور السائل ناقص. إذا هذا هو التعريف ديال الكلور الهيدروجين. كلور الهيدروجين بالنسبة لكم أنتم هو اللي كنسميوه بالدارجة الملقطة. إذا إلى ذكرتوا معايا في الدرس ديال ذرة الأيونات أن مثلا الذرة إلى خدينا على سبيل المثال ذرة الحديد، قلنا ذرة الحديد كمزروعة بحرفين اف او. هذه الذرة ديال الحديد قلنا أن عندها إمكانية أنها تفقد جوج ديال الإلكترونات، وبالتالي ملي كتفقد جوج ديال الإلكترونات فهي تتحول إلى أيون. إذا في هذه الحالة كيخصنا واحد الطريقة أو واحد الصيغة معينة اللي نرمزوا ليها لهذا الأيون هذا. وبالتالي في هذه الحالة ملي كتحول الأيون قلنا كنحتفظوا بنفس الرمز ديال الذرة اللي هو اف او، وكنجيو في أعلى يمينه وكنكتبوا العدد ديال الإلكترونات اللي فقدت أو اللي اكتسبت. هنا بالنسبة للحديد فهي أنها كتفقد جوج ديال الإلكترونات، كتفقد جوج ديال الإلكترونات معناتها جوج زائد. إذا في هذه الحالة اف او هذه كتعني ذرة، ثم هنا اف او جوج زائد هذا كيعني أيون. إذا هذه هي الطريقة اللي كنفرقوا بين الذرة والأيون. في هذا الدرس هذا شنو اللي غيتزاد لينا؟ غيتزاد لينا المحلول، وهذا المحلول هذا شنو فيه؟ فيه أيونات موجبة وفيه أيونات سالبة. إذا غيخصنا حتى هو كيخصنا لهذا المحلول هذا حتى هو نبتكر واحد الطريقه اللي ممكن نمزو ليه بها بالنسبه لهذا المحلول هذا. اذا بالنسبه للطريقه اللي كنمزو بها بالنسبه للمحاليل كنمزو ليهم بما يسمى الصيغه الايونيه، وهذه الصيغه الايونيه تكتب على الشكل التالي، كنديروا رمز الانيون زائد رمز الكاتيون. يعني الا بدينا بالعربيه من اليمين لليسار رمز الانيون زائد رمز الكاتيون، او لا بالفرنسيه ملي كنكتبوا كنبداو بالكاتيون ثم الانيون. الكاتيون الا تذكرتوا معايا هو الايون الموجب، ثم الانيون هو الايون السالب. ناخذ مثلا كلور الهيدروجين. هاد كلور الهيدروجين او حمض الكلوريدريك الايونات اللي فيه شنو هما؟ فيه اش زائد وفيه السائل ناقص. اذا باش نكتب الصيغه ديالو شنو كندير؟ كنجي هنا الصيغه الايونيه كنفتح القوس كنبدا برمز الكاتيون. الكاتيون شنو هو؟ هو الايون الموجب هو اش زائد، ثم زائد الانيون هو سي ال ناقص ايون الكلور. اذا هذه هي الصيغه الايونيه. ثم كاينه واحد الملاحظه اخرى هنا بالنسبه لهذه الصيغه الايونيه، هذا المحلول هذا كيخصو يكون متعادل كهربائيا، متعادل كهربائيا في حال الذره، يعني خص المجموع ديال الشحن ديالو يكون كيساوي صفر. ناخذ مثال هنا بالنسبه لهذا كلور الهيدروجين، شحال من اشاره موجبه عندي هنا؟ عندي زائد واحد. شحال من ناقص عندي هنا؟ عندي ناقص واحد. إذا زائد واحد ناقص واحد شحال كيساوي؟ صفر. إذا فهو متعادل كهربائيا. إذا فجميع المحاليل يجب أن تكون متعادلة كهربائيا. إذا عندنا المثال، إذا الصيغة الأيونية لمحلول كلور الهيدروجين هي H بلس زائد سائل ناقص. وعندنا مثال كذلك محلول كلور الصوديوم. محلول كلور الصوديوم هو الماء والملح، ملي كنشدوا الملح وكندوبوهم في الماء كنحصلوا على هذا المحلول اللي هو كلور الصوديوم. إذا كلور الصوديوم الصيغة الأيونية ديالو كذلك فهي N زائد زائد سائل ناقص. هنا كذلك نشوفوا المحلول واش متعادل، شحال من شحنة عندي هنا؟ عندي زائد واحد، وشحال من شحنة سالبة؟ ناقص واحد، مجموع شحال كيساوي؟ صفر. إذا جي الصيغة الأيونية ديال أي محلول يجب أن تكون متعادلة، يجب أن تكون كتساوي أن المجموع ديال الشحن يكون كيساوي صفر. جيد، إذا نمروا الفقرة الموالية. إذا عندنا نصب في 4 أنابيب اختبار بها فلزات مختلفة كمية قليلة من محلول حمض الكلوريدريك، ثم نقرب عود ثقاب مشتعل من فوهات كل أنبوب لكشف عن غاز ثنائي الهيدروجين. إذا في التجربة شنو درنا؟ خدينا 4 ديال الأنابيب اختبار، الأنبوب الأول فيه الحديد، الثاني الزنك، ثم الألومنيوم، ثم النحاس. هذا الأنبوب اللي فيه الحديد، الأنبوب الأول قلنا فيه الحديد. هذا الحديد هذا فضفنا وضعنا فيه ما يسمى ببرادة الحديد. برادة الحديد بمعنى ملي كنشدوا ذاك الحديد وكنطحنوا على سبيل المثال كنحصلوا على الغبره ديال الحديد، يعني كيكون على شكل مثلا دقيق، واخا ما عرفتش واش التعبير صحيح او لا. اذا كنسميوه البراده ديال الحديد. اذا هنا البراده، ونفس الشيء هنا بالنسبه للانبوب ديال الزنك، ونفس الشيء بالنسبه للالومنيوم، ثم النحاس. وفي هذه الانابيب ب4 زدنا عليهم حمض الكلوريدريك اللي هو الماء القاطع.
ثم من بعد غنقربوا عود ثقاب مشتعل من فوهات كل انبوب. علاش غنقربوا عود ثقاب؟ غنقربوا عود ثقاب للكشف عن غاز ثنائي الهيدروجين، باش نكشفوا على غاز ديال ثنائي الهيدروجين. لانه مثلا الا خدينا ثنائي اكسيد الكربون كما كتعرفوا كاملين، ثنائي اكسيد الكربون كنكشفوا عليه باضافه ماء الجير وتعكر ماء الجير. ملي كنبغي مثلا نعرف واش عندي ماء الجير في شي قاروره كنضيف ماء الجير، والا تعكر ماء الجير في هذه الحاله نقول بانه يدل على وجود ثنائي اكسيد الكربون. هنا بالنسبه لهذا الغاز الثنائي الهيدروجين باش كنكشفوا عليه شنو كنديروا؟ كنقربوا عود ثقاب مشتعل يعني لقيد مشتعل، وكنشوف واش غنسمع شي صوت ديال الفرقعه. الفرقعه بمعنى واش كنسمع شي صوت ديال واحد انفجار صغير، واحد الصوت صغير. هذيك الفرقعه فهي كتدل على وجود ثنائي الهيدروجين. جيد، اذا غنبداو بالتجربه. اذا الانبوب الاول، الانبوب الاول قلنا فيه البراده ديال الحديد، ديال الخانه الاولى اللي عندنا هنا عندنا حدود الفرقعه. اذا غادي نشوفوا واش عندنا فرقعه ولا لا. اذا الى شفتوا الشكل كتلاحظوا انه عندنا الفرقعه. اذا نعم، الزنك كذلك نفس الشيء. ثم بالنسبه للالومنيوم كذلك عندنا حدود الفرقعه. ثم هنا بالنسبه للنحاس الى لاحظتوا قربنا عود ثقاب واش عندنا الفرقعه؟ لا، اذا ما عندناش الفرقعه. ثم كاين واحد الملاحظه اخرى بين قوسين، ان في التفاعل ديال هذه الفلزات مع حمض الكلوريدريك يعني الحديد والزنك والالومنيوم، فاثناء التفاعل كنلاحظوا تصاعد فقاعات. هذا تصاعد الفقاعات فهو كيدل على وجود غاز، واحد الغاز معين. وباش نكشفوا على هذا الغاز كما قلت انه كنقربوا عود ثقاب. اذا هنا بالنسبه للنحاس فما كنلاحظوش تصاعد الفقاعات. اذا بما انه ما عندناش تصاعد الفقاعات فهذا دليل على ان التفاعل ما كاينش، بمعنى ان النحاس فهو لم يتفاعل مع حمض الكلوريدريك. ثم في الخانه الثانيه عندنا لون محلول عند نهايه التفاعل. الى شفتوا هنا بالنسبه للحديد شنو هو اللون؟ عندنا اخضر فاتح. هنا بالنسبه للزنك عديم اللون ما عنده حتى لون. ثم بالنسبه للالومنيوم كذلك فهو عديم اللون. ثم هنا بالنسبه للنحاس عندنا لون محلول عند نهايه التفاعل. هنا بالنسبه للنحاس واش كاين التفاعل؟ اذا اصلا ما كاينش تفاعل، بمعنى لا يحدث اي تفاعل. ثم كاين هنا ملاحظه اخرى، اذا لاحظتوا الفرق هنا ان الحديد هو اللي عنده اخضر فاتح. فالسبب اللي كيخلي ان في الانبوب ديال الحديد فيه اخضر فاتح هذا راجع الى وجود ايونات الحديد الثانيه. عقلوا مزيان على هذه الجمله. دائما ملي كيكون عندنا ايونات الحديد الثاني في واحد المحلول معين فهو كيدل على في واحد المحلول معين، فاللون ديال المحلول هذا فهو كيتاخذ اللون الاخضر. جيد، اذا كخلاصه لهذا الجدول هذا ولا كملاحظه عفوا، فمن خلال الجدول نلاحظ ان محلول حمض الكلوريدريك اللي هو الماء القطع يتفاعل او لا يؤثر على كل من الالومنيوم والزنك والحديد، بينما لا يؤثر على النحاس. باش عرفنا ان ملي قربنا عود ثقاب من هذه الانابيب ثلاثه كاين حدود الفرقعه، بينما في النحاس ما كانش الفرقعه، وهذا دليل على ان حمض الكلوريدريك فهو لا يتفاعل مع النحاس. جيد، كاين ملاحظه اخرى ان تصاعد الفقاعات فهو يدل على تكون غاز. باش نعرفوا هذا الغاز هذا شنو هو؟ كنقربوا عود ثقاب، وملي كنقربوا عود ثقاب بمعنى لقيد وكنسمعوا حدود الفرقعه، فهذه الفرقعه فهي كتدل على وجود ثنائي الهيدروجين H2، يعني دليل على وجود غاز ثنائي الهيدروجين. كذلك يعزى اللون الاخضر، بمعنى يرجع اللون الاخضر او لا سبب ظهور لون اخضر. سبب ظهور لون اخضر الذي يظهر في الانبوب واحد راجع الى تكون ايونات الحديد الثاني. ايونات الحديد الثاني الصيغه ديالهم هي Fe جوج زائد. علاش كنسميهم ايونات الحديد الثاني؟ لان الذره ديال الحديد عندها جوج ديال الامكانيات، ممكن انها تفقد جوج ديال الالكترونات كما شفنا هنا، وممكن انها تفقد ثلاثه. وبالتالي باش نفرقوا بيناتهم بجوج، ملي كتفقد جوج كنسميوها ايونات الحديد الثاني. يعني الا لقيتو هنا جوج في الاعلى معناتها ايونات الحديد الثاني، عفوا الا لقيتو ثلاثه هنا في الاعلى ايونات الحديد الثالث. اذا هنا الثالث في هذه الحاله هذه ما عندناش حنا في هذا الدرس، اذا غنقتصروا على ايونات الحديد الثاني. صحيح. ثم كاينه كذلك ملاحظه اخرى، ان في التفاعل ما كيبقاش عندي هاد الفلزات هادو في النهايه ديال التفاعل. ملي كيسالي التفاعل ديك البراده او داك الغبره ديال دوك الفلزات فهو كيختفي. اذا يدل الاختفاء التدريجي لكل من الالومنيوم AL والزنك ZN والحديد FE على تحولهما على التوالي الى ايونات الالومنيوم AL 3 زائد وايونات الزنك ZN جوج زائد وايونات الحديد FE جوج زائد. اذا شنو كيوقع؟ انه في البدايه قبل ما كنضيفوا حمض الكلوريدريك كيكون عندي البراده ديال هاد الفلزات، يعني الغبار ديال هاد الفلزات. البراده يعني كنمزو ليها بال زد ان اف يعني في حاله صلبه. ثم ملي كنزيدوا حمض الكلوريدريك كيوقع التفاعل بيناتهم، وفي النهايه ديال التفاعل ما كتبقاش عندي هاد البراده، هاد البراده كتختفي. كتختفي شنو كيوقع؟ ان هاد ال هذا كيرجع ال 3 زائد، وزد ان كيرجع زد ان جوج زائد، واف او كيرجع لنا اف او جوج زائد. بمعنى كنتحولوا من الحاله الصلبه الى حاله سائله. هاد حالة سائلة يعني محلول، إذا المحاليل فاللي كيتوجه فيها فهو ما كيتوجه فيها أيونات الحديد، أيونات الألومنيوم أو أيونات الزنك أو أيونات الحديد. ممكن هنا نعطيو واحد المثال على سبيل المثال.
مثلا كتسمعوا كاني واحد الماده غذائيه انها غنيه بالحديد، هذه الماده هذه هي العدس، هي العدس. هذا العدس هذا واش عمركم فعلا انك تاكل العدس ولقيتي فيه الحديد؟ ما عمرنا لقيناه فيه، ولكن ما كنهضرش حنا هنا على الحديد في حاله صلبه، فكنهضروا على الحديد في حاله ايونيه، يعني كيتوجد في الايونات. اذا غتعقلوا ان في المحاليل هاد المعادن هذا كتكون على شكل ايونات، مثلا الالومنيوم كيكون اي 3 زائد، الحديد اف او جوج زائد، الزنك كيكون زد ان جوج زائد، وفي الحاله الصلبه كيكون غير ال او لا زد ان او لا اف او. كنتمنى الفكره انها تكون واضحه. اذا هادشي هذه ملاحظه مهمه جدا، اذا غتحاولوا تعقلوا عليها. ثم من بعد غنمروا الخلاصه ديال هذه الفقره. اذا الخلاصه عن تفاعل حمض الكلوريديك مع الالومنيوم والزنك والحديد، وشنو اللي كينتج على التفاعل؟ انه ملي كنقربوا الثقاب كنسمعوا حدوث الفرقعه، حدوث الفرقعه كتدل على وجود ماذا؟ على وجود ثنائي الهيدروجين. هذا الثنائي الهيدروجين فهو عديم اللون، ما عندوش اللون، يعني ما غيبانش لينا في التفاعل، والرائحه كذلك ما عندوش الرائحه. اضافه لمحلول يحتوي على ايونات الفيليز وايونات الكلور، ملي كيسالي التفاعل كينتج ثنائي الهيدروجين كيصعد ما كيبقاش عندنا، وفي الاخر كيبقى لينا في الانبوب كيبقى لينا فيه واحد المحلول. هذاك المحلول شنو فيه؟ فيه ايونات الفيليز وايونات الكلور. مثلا الا درنا الحديد شنو غيكون فيه؟ غيكون فيه ايونات الكلور، غيكون فيه ايونات الكلور زائد ايونات الحديد، زائد ايونات الحديد. ثم نفس الشيء الا كان مثلا الفيليز ديال الزنك، اذا غنخليو ايونات الكلور زائد ايونات الزنك، ثم الا كان الومنيوم ايونات الالومنيوم الى غير ذلك. اذا ثم انه نعبر عن هذه التفاعلات بالمعادله الحصيله او المبسطه التاليه. اذا في هذه الخلاصه هذه الجمله مهمه جدا غتعقلوا مزيان، على ان تفاعل حمض الكلوريديك مع هذه الفيليزات كينتج عليهم ثنائي الهيدروجين وكينتج عليهم محلول فيه ايونات الفيليز وايونات الكلور. اذا عقلوا مزيان على هذه الجمله هذه. اذا غادي نحبسوا الدرس في هذه الفقره هذه باش ما نطولوش في الفيديو بزاف. اذا بالنسبه للمعادلات غادي نتعرفوا عليهم في الجزء الثاني ان شاء الله، وفي الجزء الثاني كذلك ان شاء الله نتعرفوا التمرين التطبيقي على هذه الفقره هذه باش ما نطولوش، باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف وبالتالي يكون ممل. اذا الا كانت هذه اول مره كتشوف فيها هذا الفيديو هذا ولا القناه ديالنا، ما تنساش الضغط على زر الاشتراك اللي غتلقاه اسفل هذا الفيديو هذا، او وكذلك الضغط على زر الجرس للتوصل بجديد ديال القناه ديالنا. والا عندك اي تساؤل طرح السؤال ديالك في التعليقات وان شاء الله غادي نجاوبك. اذا الى اللقاء في حق قديمة إن شاء الله، ودمتم في أمان الله.